قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على دينا وطمنا على حاله الطقس وكمان اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد. صباح الخير جمانة. صباح الخير. صباح الخير على كل المصريين في كل مكان. شايفين في هوا كده الصبح؟ لا هو حر، مش هوا ده. في هوا بس هوا انت شفته فين الهوا ده؟ والله النهارده الصبح بفتح الشباك الصبح لقيت في هوا. ما هو الهوا دي هي الكتل الهوائيه هتبقى ساخنه كمان شويه. تعالوا فعلا دلوقتي ناخدكم جوله سريعه كده عن احوال الطقس وكمان اسعار صرف العملات اللي هنبدا بيها دلوقتي. وبالنسبه للدولار الامريكي، هو سعر النهارده للبيع وسعر الشراء ليه. سعر البيع 18 جنيه 52 قرش و 18 جنيه 44 قرش للشراء. اليورو 19 جنيه 43 قرش للبيع، 19 جنيه 33 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 23 جنيه و 3 قروش للبيع و 22 جنيه 91 قرش للشراء. فرانك سويسري 19 جنيه و 2 قرش للبيع و 18 جنيه و 92 قرش للشراء. بالنسبة لليوان الصيني 2 جنيه و 80 قرش للبيع، 2 جنيه 78 قرش للشراء. ريال السعودي 4 جنيه 94 قرش للبيع، 4 جنيه 91 قرش للشراء. دينار إكويتي 60 جنيه 41 قرش للبيع، 60 جنيه و5 قروش للشراء. وأخيرا الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و4 قروش للبيع و5 جنيهات وقرشين للشراء. بالنسبة لأسعار الذهب وعيار 18 النهاردة وصل لحوالي 960 جنيه، عيار 21 وصل ل 1120 جنيه، عيار 24 1280 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8810 جنيه. بالنسبة بقى لحالة الجو، جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. طبعا زي ما احنا حاسين ان هيكون في طقس حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. هو معتدل على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.